السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نسعد اليوم بتقديم تجربة التخفيف أو كما يعرفها البعض بالتمديد. من أجل تحقيق هذه التجربة نحن بحاجة إلى التجهيزات التالية: محلول أصلي مركز، كأس بيشر، حوجة عيارية مع غطائها، ماء مقطر، ماص عيارية، وإجاصة مص من أجل سحب المحلول. نتعرف أولا على الماص العيارية. يوجد منها نوعان، منها التي تحتوي على خط عيار واحد، بحيث أن الحجم الذي تسعه من خط العيار إلى الأسفل هو 10 ملليلتر. كما يوجد نوع ثان يحتوي على خطي عيار، الحجم الذي تسعه الماصة بين هذين الخطين هو 10 ملليلتر. نهدف في هذه التجربة إلى الحصول على محلول مخفف حجمه في فتحة تساوي 50 ملليلتر. من أجل ذلك نسكب قليلا من المحلول الأصلي في كأس بيشر. بواسطة الماصة العيارية نقوم بسحب حجم قدره 10 ملليلتر من كأس بيشر. ولأجل هذا الغرض نقوم بإفراغ إجاصة المص من الهواء بالضغط على طرفها ثم على وسطها ليخرج منها الهواء. بعد ذلك نركب إجاصة المص على الماصة العيارية. مع التنبيه إلى أنه عند استعمال الماصة العيارية وجب إبقاؤها عمودية. نحمل كأس بيشر بوضع مائل، ندخل الماصة لأجل سحب المحلول إلى غاية بلوغ خط العيار. بعد ذلك نقوم بسكب محتوى الماصة العيارية داخل الحوجلة العيارية. نقوم بإمالة الحوجلة بحوالي 45 درجة مع إبقاء الماصة بوضع عمودي. ولا تنسى في حال استعمالك للماصة ذات الخطين أن تتوقف عن السكب عند بلوغك خط العيار السفلي. وتتخلص من الباقي في كأس بيشر. نقوم بنزع إجاصة المص وإرجاعها إلى وضعها الأصلي مليئة بالهواء. إن حجم المحلول الأصلي المتواجد في الحوجرة العيارية هو 10 ملل. نقوم بإضافة الماء المقطر بعد نزع السدادة بكمية كبيرة. ثم نعيد لها خرطوم السكب. نقوم برج الحوجلة قليلا لتسريع الانحلال. بعد ذلك نكمل عملية التخفيف، وذلك بإضافة الماء المقطر إلى غاية خط العيار، وتجري هذه العملية بحذر شديد حتى لا نتجاوز خط العيار. نغلق الحوجلة كما فعلنا من قبل، ثم نقوم بعملية الرش حتى يكون المحلول متجانسا. وهكذا نكون قد حصلنا على محلول مخفف انطلاقا من محلول أصلي مركز مددناه 5 مرات. أشكركم على حسن متابعتكم. تجدون المزيد من الفيديوهات التعليمية على نفس القناة، ولا تنسوا الاشتراك حتى يصلكم كل جديد. سلام.